ضروري اليوم نحكي عن أجواء الامتحانات والتحضيرات اللي قامت فيها وزارة التربية. كثير من الاستفسارات وردت رح نطرحها اليوم على ضيفنا، وبيسعدنا نرحب بالأستاذة آصف زيدون، معاون مدير تربية دمشق لشؤون التعليم الثانوي. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، ويسعد صباحكم، وكل عام وأنتوا وأبنائنا الطلبة بألف خير مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة لعام 2022. يسعد صباحك أستاذ، ومننقلكم كمان بدورنا وبدور كل الناس يعطيكم ألف عافية، وتشكر وزارة التربية لكل الجهود اللي بذلتها بالمرحلة الماضية لنكون اليوم نحن بالموعد المحدد جاهزين. خلينا نروح فورا للأسئلة. اليوم شغل الشاغل للناس قطع الاتصالات خلال فترة الامتحانات. خلينا نحكي اليوم شو هي آلية قطع الامتحانات، وهل هي طريقة فعالة اليوم لضبط الغش داخل القاعات الامتحانية؟ طبعا هي خطة من وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الاتصالات تأمين عدم تسريب أي أسئلة، لعدم إحداث ضغط نفسي أو لعدم حدوث ضغط نفسي على أبنائنا الطلبة وعلى أهالي أبنائنا الطلبة قبل بدء العملية الامتحانية. هذا الإجراء تقوم به وزارة التربية، وهو إجراء وقائي، والحمد لله رب العالمين يؤتي نتيجة إيجابية. اليوم كيف تم التعامل مع قطع الاتصالات؟ اليوم فقط كان مقطوع شبكة الانترنت بحدود الساعة 8:30 تم وصل الشبكة. تمام أستاذة، كونه عم نحكي عن الاتصالات والتكنولوجيا والموبايلات، كثير من يعني الضبوط بتكون نتيجة وجود موبايل مع الشخص، هو يعتبر متعرف عليه وسيلة غش، ولكن في أشخاص كثيرة من فئات عمرية يمكن كبيرة ممكن يكونوا يعني بحاجة وجود الموبايل معهم، فكيف كيف ممكن يتم التعامل مع الموبايل إذا هو مثلا موجود مع الشخص ولكن مطفي تماما؟ في آلية معينة للتعامل مع الموبايل؟ في وزارة التربية هناك تعميم لجميع رؤساء المراكز الامتحانية بإجراء تفتيش وقائي قبل دخول الطالب للمركز الامتحاني. هذا التفتيش الوقائي يخص كل ما يتعلق بالغش، سواء جوال أو مصغرات أو إلى آخره. الغاية منها حماية الطالب قبل الدخول إلى المركز الامتحاني. الجوال هو وسيلة غش، وهناك تعليمات من وزارة التربية، والتعليمات مطبوعة على البطاقة الامتحانية منذ أن وجد الجهاز الجوال بمنع اصطحاب الجوال إلى المركز الامتحاني. مجرد دخول الجوال إلى المركز الامتحاني أصبح وسيلة غش، ويجب أن ينظم به تقرير غش. هو ما في داعي لوجوده بقلب القاعة يعني أصلا. يمكن إحنا هاي الفكرة اللي عم نحكيها رشا، أنه مو بدافع الغش، هو بحاجة الموبايل لأنه هو بيشتغل، هو بمكان بعيد فبحاجة وجود الموبايل معه. هي الفكرة، يجب يعني أن يرتب أموره بحيث أن لا يصل الجوال معه إلى المركز الامتحان. يعني اليوم ما في مكان ضمن المركز تنحط عليه لصاقة بالاسم ويترجع الجوال لصاحبه؟ هذا الموضوع كتير شائك، وبتعرفي اليوم الجوال أسعار خيالية، يعني هذا بيسبب عبء إضافي على وزارة التربية، والأفضل ألا يصطحب الجوال الطالب الجوال إلى المركز الامتحاني تحت أي ظرف أو أي طالب. طيب الموبايلات المصادرة اليوم شو بيكون مصيرها؟ في وزارة التربية هناك مستودع لمصادرات الجوالات وموجود. تمام، حكينا بالنسبة للطلاب، اليوم شو وضع المراقبين بالنسبة للموبايلات؟ أيضا يمنع اصطحاب الجوال من قبل المراقب، وهناك تعليمات صارمة من السيد وزير التربية بعدم دخول الجوالات مع الزملاء المراقبين أو حتى رئيس المركز الامتحاني. في كل مركز امتحاني هناك جهاز هاتف ثابت للطوارئ، وهناك غرفة عمليات في كل مديرية التربية بها أجهزة هاتف أرضية ثابتة للتعامل مع أي مشكلة طارئة تحدث في المركز الامتحاني. تمام، طيب خلينا نحكي اليوم عن الأجواء الامتحانية اللي مفروض تكون بالقاعة الامتحانية. برأيك شو يعني الطالب لما يفوت على القاعة الامتحان لازم يعرف ما له وما عليه مثل ما بيقولوا، شو اليوم الأمور لازم تتوفر للطالب والشغلات لازم هو يعني يمتنع عنها، كمان بما يخص عم نحكي عن طريقة تعامل المراقب مع هذا الطالب وبالعكس؟
التعليمات الامتحانية واضحة وصريحة، تقرأ على الطلاب في الاجتماع قبل دخولهم إلى القاعات الامتحانية وقبل التفتيش الوقائي في اليوم الأول. نحن باليوم الأول كل رئيس مركز يجتمع مع الطلاب في باحة المركز الامتحاني، يقوم بقراءة التعليمات الامتحانية وهي أيضا تعلق في بهو المركز الامتحاني لتكرار العودة إليها من قبل الطلاب خلال خروجهم أو دخولهم إلى المركز الامتحاني. أيضا نقوم بعدها بالتفتيش الوقائي وهو حالة صحية نقوم بها يوميا. قلت أن التفتيش الوقائي هو حالة لتنبيه الطالب إذا كان هناك لديه أي وسيلة، ممكن أنه طالب عم يدرس بورقة نسيها بجيبته، فأنا خلال عملية التفتيش الوقائي يتذكر الطالب هذه الورقة ويتخلص لمصلحة الطالب منها. طبعا التفتيش أكيد. الوقائي لمصلحة الطالب قولا واحدا. هناك أيضا ورشات عمل قامت بها وزارة التربية على مستوى وزارة التربية وعلى مستوى مديريات التربية كاملة عن القلق الامتحاني وتأمين جو هادئ ومريح لأبنائنا الطلبة. تعليمات السيد الوزير واضحة وصريحة بأن يكون الجو الامتحاني آمن مطمئن ومريح للأبناء الطلبة. طبعا الزملاء المراقبين هم بالنهاية آباء وأمهات للأبناء الطلبة، ما في حدا منا وما عندهم ابن أو بنت، فأكيد لن يتعامل إلا معاملة أبوية مع الأبناء الطلبة في القاعة الامتحانية، خاصة أنه كان عندهم تجربة بنفس الشعور ونفس الموقع، فأكيد اليوم هنن عم يشعروا بهذا الشعور. اليوم في شي خطة لدورة تكميلية للبكالوريا والتاسع؟ يعني هي خطوة جدا كانت ممتازة يعني من وزارة التربية. الدورة التكميلية ليست باسم دورة تكميلية، هي الدورة الثانية بالنسبة لشهادة التعليم الثانوي وهي مقررة بمرسوم جمهوري من السيد رئيس الجمهورية. أما الطلاب شهادة التعليم الأساسي هناك حالات خاصة إذا اقتضى الأمر، قد يرى السيد وزير التربية أن هناك حاجات أو حالة طارئة ما لقيام أو لإجراء دورة تكميلية لبعض الحالات الطارئة والخاصة. نتمنى نحن اليوم يكون في يعني اليوم تعب سنة كاملة، ممكن نحن نقدر نعوضها خلال الصيف بكم مادة. هلا هناك كما قلت ان السيد الوزير ينظر بابويه جدا الى هذا الامر وهو يتابع هذه التفاصيل بدقه، وفي السنوات الماضيه كان هناك دورات تكميليه لبعض الطلاب في حالات خاصه، مثلا دخول مشفى او حصول حادث لطلاب شهاده التعليم الاساسي، وتم اعاده الامتحانات للايام التي حصلت معهم هذه الحوادث. تمام. بس كمان خلينا نحكي بالنسبة للمراقبين، دائما هيك عندهم استفسارات ومطالب إذا بدنا نقول، سواء بالاعتذار عن المراقبات لظروف ما أو حتى أجور المراقبات، كيف عم يتم التعامل معهم في حالات استثنائية ممكن نذكرها أو أي خطوة جديدة هي السنة عم بتكون؟ المراقبة هي عملية مكملة للدوام العام الدراسي. الزميل المدرس هو موظف في وزارة التربية والامتحانات هي جزء من أعمال وزارة التربية. التكليف بها لجميع العاملين في وزارة التربية بدون استثناء. هناك حالات خاصة صحية هناك لجان طبية تشكل في كل مديرية من مديريات التربية، تعرض هذه الحالات الخاصة وتحول للجنة الطبية، وفي حال الحاجة تعفى هذه الحالات من قبل اللجنة الطبية المشكلة في ايمت بيكون هذا اللجنة بتشكل؟ يعني اللجنة الطبية تتشكل اعتبارا من 1/5، وفي حالات خاصة عندما يحدث حالة طارئة خلال الامتحان يقوم رئيس المركز الامتحاني، هناك تعليمات معممة لرؤساء المراكز الامتحانية، يقوم رئيس المركز الامتحاني بتحويل الزميل المراقب للعرض على اللجنة الطبية، واللجنة الطبية هي التي تقرر مدى الحاجة للإعفاء الطبي. طيب. بعض الطلاب عندهم حالة اجتماعية ممكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم كيف عم يتم التعامل معهم داخل المركز وشو هي التسهيلات اللي اليوم عم تتقدم من وزارة التربية لإلهم؟ لدينا في كل مديرية مركز
صحي لمعالجة هذه الحالات. أي حالة طارئة صحية أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى المكفوفين أو ذوي الإعاقة، لدينا مركز صحي في كل مديرية تربية لهذه الحالات. كيف عم أثناء الامتحان نقصد اليوم في حدا عم يستلم عنه الكتابة؟ شو هي التسهيلات؟ طبعا يعني الطالب الذي يحتاج إلى استكتاب، هناك مدرسين من مديرية التربية مهمتهم الكتابة لهذا الطالب وفق آلية منظمة في المركز الصحي. تمام أستاذ، كمان خلينا نحكي عن موضوع التصحيح. دائما بنشوف عملية التصحيح الأوراق الامتحانية بتترافق مع التقديم، يعني بعد التقديم بأيام بتبدأ عملية التصحيح. خلينا نحكي أكثر عنا وعن الإجراءات يلي بتكون، والأشخاص المكلفين بعملية التصحيح هن أيضا بيكونوا مكلفين بالمراقبة ولا لا بيكونوا بس مخصصين؟ بغية استصدار النتائج باكرا، عندما تقدم المادة بنفس اليوم تسحب عينات عشوائية من مختلف المراكز الامتحانية، وهناك لجان لمناقشة السلالم من موجهين أوائل في وزارة التربية، موجهين اختصاصيين في مديريات التربية، ومدرسين للشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي. تناقش السلالم بنفس اليوم الذي يعني مثلاً اليوم تم تقديم مادة الفيزياء والفلسفة لطلاب الثالث الثانوي، اليوم تجتمع لجان مناقشة السلالم ويبدأ العمل لاستصدار أو وضع سلم يراعي إجابات أبنائنا الطلبة بما يتوافق مع الإجابات الصحيحة، وتبدأ عملية التصحيح. طبعا المكلفين بالتصحيح هم زملائنا في الاختصاصات، مثلا مدرسين مادة الفيزياء هم المصححين مكلفين بتصحيح مادة الفيزياء. من هو منهم في المراقبة يتم تحويله وفق الحاجة إلى مراكز التصحيح. وين عم يكون التصحيح؟ ضمن المحافظة نفسها؟ نحن دائما كنا نسمع أنه بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي في المحافظة نفسها، بالنسبة لشهادة التعليم الثانوي هناك تبادل بالمحافظات وفق آلية معينة منظمة في وزارة التربية مديرية الامتحانات بين المحافظات. وقت اللي بلش فرز الطلاب للمراكز، اليوم وزارة التربية أكيد راعت نقطة التوزع الجغرافي لمواقع الطلاب وأماكن سكنهم ضمن أزمة المواصلات اللي عم بنعيشها. كيف اليوم تم التعامل مع هذه النقطة؟ واليوم شفنا بارح على مواقع التواصل الاجتماعي مساعدات وتعاونات من الأهل الحي نفسهم أو المختار بنقل هدول الطلاب، فبنتمنى اليوم تتعمم هذه الفكرة بكل أحياء دمشق وكل المحافظات. طبعا المجتمع الأهلي هو داعم أساسي، وأنا دائما وأبدا أقول التربية قضية مجتمعية، لا يمكن أن ننجح بالعملية التربوية بدون دعم المجتمع المحلي. مشكورين لجان الأحياء ومخاتير الأحياء الذين يقومون بهذه الحالات الإيجابية، ونتمنى أن تعمم. طبعا هناك كما قلت برنامج الكتروني لتوزيع الطلاب وفق المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها مدارسهم. الأقرب؟ طبعا الأقرب طبعاً. طيب أيضا تجربة الكاميرات كانت هي جديدة نوعا ما، كيف لقيتوا هي التجربة تطبيقها؟ كان في إشكاليات معينة وكيف تم حلها؟ هلا هي حالة صحية سليمة، أنا برأيي طالب ينسى أن هناك كاميرا ويتعامل بشفافية مع وضعه في القاعة الامتحانية بدون وجود كاميرات أو مع وجود كاميرات. الكاميرا وضعت لضبط حالات الخلل إن وجدت، وقد يكون هناك طالب يدعي أن مراقبا ما أو أحدا أساء له خلال العملية الامتحانية، ممكن بالعودة للكاميرا أن نرى هذه الحالة حدثت أم لم تحدث. يعني هي حالة توثيق، يعني فينا نقول هي حالة صحية وسليمة جدا، ويعني الطالب ينسى أنه في كاميرا بالمركز بالقاعة الامتحانية. أستاذ، العملية الامتحانية هي ضخمة جدا وأعداد المتقدمين كتير كتار، ودائما نشوف في شكاوى وملاحظات، يعني وخصوصا الأهل اللي بيكونوا برا قدام المراكز الامتحانية دائما عندهم مشاهدات غير يعني ابنهم يلي بيكون جوا.
لأي حالة اليوم وردت، لأي شكوى اليوم، كيف ممكن اليوم الأهل أو حتى الطالب يعني يوثق هي الشكوى أو لوين لا يتوجه؟ هناك أرقام معممة من وزارة التربية، غرفة المتابعة في وزارة التربية وغرف المتابعة في مديرات التربية معممة، ونستقبل أي شكوى وتعالج مباشرة سواء في غرفة العمليات في وزارة التربية وغرفة العمليات في مديريات التربية أو غرف العمليات في مديريات التربية، وهي خلية نحل تعمل على مدى 24 ساعة. يعني نحن خلال الفترة الامتحانية عندنا مناوبات معظمنا ليلية ليلا نهارا. هناك مناوبين ليلا نهارا متواجدين لتلقي أي شكوى ومعالجتها. طبعا إرضاء الناس غاية لا تدرك، ما يعجبك لا يعجبني وخلاف ذلك. هاي حال الدنيا أستاذ. خلينا نروح اليوم، طالب شو بإمكانه أنه يأخذ معه على القاعة؟ يعني أنينة المي مثلا أو شو؟ كرمال ما يتعرضوا للمساعدة، أنينة المي ما يكون عليها لصاقة رشد. يعني يشيل الماركة عنا أو الزي أو القلم الأزرق، ويفضل أن يكون قلم أزرق ناشف عدد 2 من نفس الصنف مشان ما يتغير الخط أو لون الخط أو نوع الخط، مع قلم رصاص والحوائج، وألا يترك أي عبارة أو أي كتابة على المسودة لا ينقلها إلى المبيضة، أو لا يترك شيء بالقلم الرصاص. يعني القلم الرصاص يجب ألا يبقى شيء مكتوب بالقلم الرصاص، ولا يبقى شيء على المسودة لم ينقل على المبيضة، لأن هناك المسودة لا تصحح. نعم تمام. يعني بالختام رح نترك هيك الكلمة إذا بتحب توجهها اليوم لأي سواء للأهالي أو للطلاب بأي موضوع بتحب توجهه، فالكلمة الأخيرة لك. هلا أنا بدي أتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة على مستوى جغرافية القطر العربي السوري. بدي الأهل شوي يكونوا عون لأبنائهم بتخفيف الضغط النفسي وليس زيادة الضغط النفسي على الأبناء الطلبة. بدي أتوجه بالشكر لزملائنا على مستوى وزارة التربية، مدرسين ومعلمين ومراقبين، للجهد الذي تبذله وزارة التربية، وخاصة في الامتحانات العامة اللي هي استنفار كامل لكل أجهزة وزارة التربية من شخص السيد الوزير إلى المستخدمين في المدارس. إن شاء الله موفقين وبتوفيق لكل طلابنا. ومثل ما قلت اليوم تواجد الأهالي على أبواب المراكز يعني هو محزن ومفرح بنفس الوقت. هو هذا حال الضغط يعني. ضغط نفسي يشكل ضغط نفسي على الأبناء الطلبة، وأعتقد أن لا حاجة له. إن شاء الله هيك بتوفيق لكم، وشكرا لحضورك اليوم، وفي كثير من الأسئلة ولكن إن شاء الله هيك منعوضها بحلقات ثانية. تسلمي، شكرا لك. شكرا كثير لك أستاذ عاصف. يعطيك العافية.